نرحب بضيفنا العزيز اللي مشرفنا داخل الاستوديو سيد سفير محمد كامل عمرو وزير خارجية مصر الأسبق. وكنت بقول على مسألة تهديدات تركيا لنفس الأراضي العربية، أنا بتكلم على أنه إذا كانت إيران بتعبث في الداخل السوري وإذا كانت تل أبيب بتضرب الداخل السوري، فإنه تركيا احتلت أراضي سورية بالفعل، كيفية برضو تعامل الموقف العربي مع تركيا؟ يعني مش عارف هو لينينت أو هادي أو ناعم حبتين. أخي العزيز، يعني هو أصل الإشكالية نحن لما نقول الموقف العربي، خلينا واضحين، ليس هناك موقف عربي موحد للأسف. عشان بس نبقى واضحين، يعني لما تقول لي موقف عربي، أنهي موقف عربي فيه؟ تركيا بتقول لك ده أنا دولة جوار مباشر، وما يحدث في سوريا يؤثر علي مباشرة، ومن حقي إن أنا أدخل في سوريا لو حصل تهديد، ومن حقي إن أنا أدخل قواتي في الداخل. وبعدين تركيا يعني أظهرت قدرة على تغيير المواقف بشكل غير عادي. شوف النهاردة يعني التنسيق التركي الروسي، وبعدين بالتبعية مع نظام الحكم في سوريا، اللي هي كان غير مقبول بالمرة من سنتين أو من ثلاث سنين. فهم قادرين على تغيير مواقفهم. وبعدين مرة تانية زي ما كنا بنقول، إيران قوة إقليمية كبرى، تركيا قوة إقليمية كبرى، تركيا عندها تاني اكبر جيش في حلف الاطلنطي بعد امريكا مثلا، يعني فموجوده على الارض، وما عندهاش مانع تستخدم قواتها العسكريه، وما عندهاش مانع يعني زي ما قلت بتغير مواقفها. هنا فعلا لو كان هناك موقف عربي موحد، كان ممكن ان احنا فعلا نتعامل مع هذه الامور زي ما قلت بعقلانيه اكثر وبفاعليه اكثر. انما للاسف يعني مش عاوز اقول الموقف العربي مشتت، انما يعني ما هوش موحد وعارف هو عاوز ايه بالظبط. يعني احنا مصر قالت من سنة 2011 ليس الهدف هدم الدولة السورية ولا المؤسسات السورية، الهدف هو يعني تعديل نظام او تغيير نظام. انا قابلت بشار الاسد في اواخر 2011، وهذه المقابله يعني شيء غريب انها منشوره في كتاب النهارده، منشور في 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 في, في لبنان، سامي كليب كاتبه وحاطط فيه محضر المقابله بالكامل. يبدو انها سربت اليه من دمشق يعني. وايامها قلت للرئيس الاسد، قلت له سيادة الرئيس، أنت كان ده بيتكلم في أواخر 2011، أنت الآن في موقف متفرد بعد اللي حصل في تونس واللي حصل في مصر. سوريا ليست بعيدة، وإحنا قلنا في مصر مش تونس، حصل في مصر ما حصل، إنما أنت موقفك النهاردة مختلف عن تونس ومصر، إنك ممكن تقود هذا التغيير. لأن لو تفتكر أيامها كانت المظاهرات بتطلع في الأول، اللي عاوزة التغيير رفع صور بشار الأسد على إنه هو الرئيس الشاب اللي جاي. فقلت له أنت الآن في موقف يسمح لك إنك أنت فعلا تقود هذا التغيير، والتغيير ده لازم هيحصل. ويعني وبعدين لو ما بعد يعني الراجل كان كلامه ده موجود في المحضر، أن كلام الأخ الوزير الخارجية المصري كلام صحيح جدا، إنما بقى اللي ما اتكتبش في المحضر ساعتها، إنما أنت عارف إحنا دولة ديمقراطية وأنا لا أنفرد باتخاذ القرار. واخد بالك؟ فيظل الحرس القديم قادر على تغيير دفة القرار. بعد كده اتكلمت مع وليد المعلم وزير الخارجية أكثر من مرة، ومع بثينة اللي هي مستشارة بتاعته، قلت لهم يا جماعة قابلنا، كنا لسه في العلاقات، كنا بنتكلم مع بعض باستمرار، يا جماعة انتم مرسوم لكم خط ماشيين فيه كده، مرسوم لكم في آخره في دمار لهذا البلد، دمار لسوريا، وانتم عارفين احنا في مصر بنحب سوريا قد ايه. سوريا خلينا واقعيين، لها مكانة في قلب كل مصري، مكانة غير عادية، دماء جرودنا سالت يعني سويا في سبيل الدفاع مش عن سوريا ومصر، عن العالم العربي كله. قلت لهم في خط مرسوم لكم انتوا ماشيين فيه، وقفوا. قال لك ليك حق والكلام ده. طيب يعني عاوز اقول ان لو كان حدما بنتكلم على الفرص الضائعه للاسف في العالم العربي، لو كان حصل يعني تحرك وقتها من جانب النظام، لو وقتها القوى الخارجيه اللي تدخلت لتأييد القوى المعارضه يعني كانت فعلا فيها نوع من يعني الانتقائيه اللي بتأيد مين وبتأيدش مين. يعني يا ما قلنا جبهه النصره دي هتنقلب بدلا من تأييد القوى او الفصائل المسلحه والمتشدده دينيا، كميه السلاح اللي دخلت. انت هل تتصور النهارده، يعني انا بسأل كثيرا في الحقيقه في الصحافه المحليه والعالميه، ايه تخيلك لحل المشكله في سوريا؟ اقول لهم مش متصور. النهارده ما يبقى عندك على الاقل 32 فصيل مسلح اللي لهم وزن، طبعا في عشرات فصائل تانية، كل فصيل يحتل قطعه من ارض سوريا وفي يده سلاح. تفتكر لما تيجي يعني لنفترض ان احنا قعدنا وعاوزين نحل، اللي في ايده سلاح ده ومحتل قطعه ارض،
ان لم يكن الحل يتلائم مع مصالحه مش هيسلم، لن يقبل بيه. وبعدين المصالح كلها متضاربه للاسف في النهايه. فالمشكله السوريه في الحقيقه مشكله يعني انا مش شايف هتتحل ازاي. الدمار انت بتشوف النهارده على التلفزيون المدن التاريخيه العزيزه على قلب اي عربي النهارده، الدمار اللي حصل فيها كانك بتتفرج على هيروشيما بعد القنبله بعد القنبله الذريه. اعاده الاعمار في سوريا في حد ده لو افترضنا ان توصلنا الى حل. فنرجع للموقف التركي، في مثل هذه الاحوال المجال مفتوح بقى مش لتركيا بس، احنا لقينا روسيا جايه من اخر الدنيا ودخل، ولقينا ايران جايه من اخر الدنيا وقادره على انها تبسط يدها لان لم تعد هناك دوله بمعنى الدوله تحافظ على حدودها وتحافظ على سيادتها، ما عادش هذا موجود. فالدوله النهارده مستباحه في معظمها يعني الجزء اللي بما انه احنا بنتكلم على مساله تركيا والتصعيد الاخير اللي عاملاه تركيا، واللي هو حتى بعيدا عن المقررات بتاعه استانا الاخيره، لكن نلاقي انه تركيا عندها ذريعه ما بتتذرع بيها تقول والله لانه اللي حاصل في استفتاء كردستان العراق سوف يشجع الكرد اللي موجودين عندي في المنطقه الجنوبيه الشرقيه، وانا رايح هناك عشان اسيطر على المناطق اللي فيها اكراد حتى لا يعبثوا بالداخل التركي، بيقولوا دائما هذه الذريعه. وده اللي بيخليني بروح منتقل على ملف كردستان العراق والاستفتاء، يعني السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء في العراق قال هذا الاستفتاء من الماضي، الاقي مسعود برزاني من ناحيه ثانيه رئيس الاقليم يقول انه خروج قوات البشمرجه ده كان قرار فردي، وده بقى المفارقه من بعض السياسيين، فما فيهوش فردي طالما فيها سياسيين اخرين غير السيد رئيس الاقليم، يعني هو الوحيد اللي عاوز يسيطر على كركوك. انا فعلا هنا محتاج بقى الانسايتس بتاعت طيب ما الذي نتوقعه من مسألة انفصال كردستان، إصرار مسعود برزاني وحوله البعض على انفصال الإقليم وطبول حرب بتدق داخل كركوك؟ انت لمست نقطة مهمة جدا في الحقيقة برضه من تداعيات الموقف اللي احنا عايشين فيه بقالنا النهاردة خمس ست سنين، اللي هو انفصال اللي هو الاستفتاء في كردستان، الاستفتاء في كرك في في في, في العراق يعني. عندنا بعد كده طبعا في اكراد في الايران والاكراد في سوريا، المشكله الكرديه التركيه دي بترجع الى البي بي كي وغيره، بترجع الى الى الى, إلى عقود يعني ما هياش جديده يعني. وطبعا تركيا لن تسمح بان يعني يمتد هذا الاثر الى اكراد تركيا، فيقوي من شوكه حزب العمال الكردستاني بالضبط. ايران لن تسمح بان يمتد هذا الاثر، واخد بالك ازاي، الى الى الى, إلى اكراد ايران. النهارده كان في معركه النهارده في كركوك، معركه كبيره جدا النهارده. تعال بقى قارن ده مثلا بكتالونيا. كتالونيا قالت انا هنفصل وعملت استفتاء، لم يدخل الجيش ال بس الشرطه قمعت المتظاهرين والشرطه قمع كان شديد، انما دخلوا من مدخل دستوري، والمحكمه العليا في اسبانيا دخلت من مدخل دستوري، وخرج ناس من كتالونيا نفسها في مظاهرات الحد اللي فات بتعارض هذا الانفصال. يعني في نوع من العقل وفي نوع من التعقل، بحيث ان لما كان رئيس كتالونيا بيقول انا بيصوروه لسه هو رايح البرلمان، قال لك لا ده هو اجل المشوار بتاع البرلمان اللي كان هيعلن فيه الاستقلال. هل طبيعه، للاسف شديد 3 دقائق، هل طبيعه الاحوال على الارض هي اللي خلتها مختلفه؟ يعني الصراعات الطويله في العراق من يعني تقريبا هنقول حتى من الاحتلال في 2003، مش هقول من قبل كده، وبعد كده الاقي انه الاصرار الشديد من الاكراد على الاستفتاء ثم الاستقلال حتى مع دستور 2005 واللي اتعمل دستور اتحادي للاسف الشديد. هل طبيعة الأحوال على الأرض هي الفارق ما بين كردستان وكتالونيا؟ هم حاجتين، الأحوال من ناحية أن فعلا لا أحد ينكر أن الأكراد كان في ظلم على الأكراد، خصوصا في وقت صدام حسين، وإحنا ما ننساش أن صدام استخدم ضدهم الغازات السامة و و و واخد بالك إزاي. إنما هذا لا يعني أن إحنا يعني هننفصل، فيه يعني نماذج كثيرة أن إحنا نبقى مع بعض، إنما نحظى يعني حكم ذاتي أوسع نطاقا مثلا، واخد بالك إزاي، في فدراليات بتحصل يعني، في ان احنا نحافظ على الدولة العراقية، تفتيت الدولة العراقية ليس في صالح كردستان او دولة كردية، ولا طبعا وليس في صالح العراق. ده الفرق الثاني يمكن برضه مدى الوعي، وانا مش عاوز اتكلم في الحتة دي، مدى الوعي يمكن برضه عند في اسبانيا وعند الكتالونيانز، ان يطلع ناس من كاتالونيا نفسها يعارضوا ما حدث، ده مش ما شفناهوش، بس في معارضه في هناك في كردستان ما بين اربيل والسليمانيه، في يعني في الداخل طبعا في معارضه، انما مجموعه طالباني مجموعه في طبعا برضه. لا في معارضه، وبعدين ما حدش عارف ايه الموقف في ايران في اكراد ايران، ولا ايه الموقف مع اكراد تركيا
واخد بالك ازاي؟ المساله شديده التعقيد. السؤال هل نحن في حاجه في هذه المرحله في منطقتنا العربيه الى مشكله جديده، الى مشكله ثانيه خالص، استقلال كردستان ولا مش، يعني انا بطلع داعش من العراق علشان اخلق مشكله كردستان؟ اخلق مشكله ثانيه، واخد بالك ازاي؟ وبعدين يعني واسرائيل بتعمل اللي بتعمله في 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 زي ما هي عاوزه في في, في فلسطين، واخد بال حضرتك؟ وسوريا بيحصل فيها اللي بيحصل، يعني في الاخر يعني ساعات الانسان بيفكر ايه اللي بيحصل؟ ماذا يحدث في منطقتنا العربيه بالظبط يعني؟ ولماذا؟ واخد بالك؟ طبعا انت عندك نظريات، اللي عندنا بقى تطلع نظريات المؤامره وان احنا مستهدفين وان احنا، انما في النهايه المسؤوليه على الجميع، خلينا واقعيين، والحل ان لم ياتي من داخلنا لن ياتي، ما حدش هيحل بالنيابه عننا. ده لازم نفهم دي كويس. انا عايز اشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معانا النهارده، شرفتنا جدا 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 جدا، وانا اعلم ان حضرتك عزيز الظهور اذا صح التعبير، فشرف لينا ان حضرتك كنت موجود معانا. رجل تحمل عبء وزاره الخارجيه المصريه في فتره هي الاكثر حرجا، سواء اذا كان مع بدايات الثوره المصريه في 25 يناير ثم مرورا بحكم الاخوان التعس والتعيس. فشكرا على تحمل المسؤوليه، ودي حاجات يمكن ما كناش شايفينها وقتها للاسف الشديد، ساعات بيبقى في غيام كده على العينين. وفي نفس الوقت كمان لازم نقول شكرا على وجود حضرتك معانا النهارده، شرفتنا يا فندم. شكرا يا استاذ، انا متشكر جدا ومتشكر جدا على كلامك اللي انت قلته. الف شكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر لسياده وزير الخارجيه المصري الاسبق سيد سفير محمد كامل عمرو. لاحظتوا حاجه بقى؟ واحنا بنتكلم على الازمه في فلسطين والازمه في سوريا والازمه في العراق واي ازمه في، يعني بعيد سيبك من اليمن دي قصه ثانيه، موجود مين؟ موجود الروس والاتراك والصهاينه والامريكان والايرانيين، وحدث ولا حرج. هي فين القوى العربيه المشتركه؟ حقيقي والله. طب هو العرب هيحلوا الأزمات بقوة خارجية؟ يعني هيحلوا الأزمات العربية بقوة خارجية؟ يعني احنا هنساعد العراق ولا سوريا ولا فلسطين ولا لبنان؟ سلامات يا جماعة.